السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عندي في قناتي قناة أم انتصار. اليوم إن شاء الله بغيت نشارك معكم هالطرزة هادي ديال الطرز الرباطي باليد. كما كتشوفوا معايا زوينة وخفيفة، وهنا أنا خدمتها في الكم، درت جوج في كل كم، وواحد طرزة صغيرة اللي شادة هاد الجزء التحتاني هذا كتجي في القب صافي، ومن القدام حتى شي حاجه، حيت حتى هاد الطرزه هادي جات كبيره تبارك الله وشاده الكم كامل، ما كاينلاش نزيد شي حاجه لشي هكذا في القدام باش ما تجيش البياسه ديالي مشارجيه بزاف. وغادي نوريكم ان شاء الله كيفاش درت لها الطرزه ديالي، من العريشات، من الحبيبات اللي درت هنا، من هاد البريد هذا اللي عندي هنايا. غادي نوريكم الطرزه ديالي ان شاء الله كامله، ونشرح لكم كيفاش خدمتها بالتفصيل. وهاد الطريزة هادي راه عشوائية شوية، كما كتشوفوا معايا الطرز ديالها عشوائي، ما جايش متناسق بزاف، وهذا الشيء اللي خلاها هكذا زوينة باللوينات اللي فيها. بقاو معايا باش نوريكم ان شاء الله كيفاش خدمت هاد الطرزة ديالي، وهذا راه هو الشكل النهائي ديالها، كيجي زوين بزاف باللوينات اللي فيها. ممكن تستخدموا اللوان اللي عجبكم. والان بعد ما ثبت المرمى ديالي بهذا الشكل هذا، غادي نوريكم اول حاجه وهي كيفاش خدمت هاد الخط اللي كيجي هنا، كيجي بحال الزيكزاك هاد الخط هذا، وساهل بزاف البنات. انتم تبعوا معايا، غنوريكم انا غادي نخدمه هنا. انتم ديجا لقيتوني بديت هاد العروشه هادو، غادي نوريكم كيفاش خدمتهم بعريش بعريش. ها انتم تبعوا معايا، غادي نخرج البرا ديالي من هنا بهذا الشكل هذا، وراه كنسالي هاد غيا دغيا هاد الزيكزاك هذا اللي كندير اللي جاني في هنا، راه ساهل بزاف بهاد الطريقه هادي. كناخد البرا ديالي من هنايا هكذا، ونخرجها من القدام بهاد الاتجاه بحال هكذا. كما شفتوا معايا هكذا، وكنجي الاتجاه الاخر كندير نفس الطريقه من هنا لهنا بحال هكذا، كنجي الاتجاه من هذه الجهه هذه كنخدم بحال هكذا حتى كنكمل الخط ديالي كامل بهذا الشكل هذا. وهذه الطريقه انا راه خدمت بها هنا، خدمت بها في هذا الخط هذا اللي كتشوفوا معايا هنايا، وغادي نخدم بها ان شاء الله حتى في هذا الشكل ديال القليبات اللي عندي هنا، واحد الشكل غادي نخدم فيه بنفس الطريقه. ها انتما كما كتشوفوا معايا كنجي الاتجاه الاخر لهاد الجهه هادي، وكندير بحال هكذا كنجي عاوتاني الجهه الاخرى هكذا. معايا كتجي هنا نقرب، كنجي عاوتاني للجهه الاخرى بهذا الشكل هذا، كنجي عاوتاني لهاد الجهه هادي حتى كنكمل هاد الخط هذا كامل. ودابا من بعد ما كملت هذا الخط هذا اللي كنخدمه بزيكزاك، دابا غنوريكم كيفاش كنخدم هاد الدوابيرات هادو. كنثبت اول حاجه الخيط، كنثبت الخيط ديالي اللور بهذا الشكل هذا، من بعد كنخدم كنكمل هاد الدواره هادي اللي عندي. خدمتهم انايا على جنب، كيجيو جنب بهذا الشكل هذا. دابا غنبدا هادي، كنبداها هكذا
هادو راه عندي في الرشمه تقريبا كامله، كاينين عندي هنا، كاينين عندي هنا، كاينين عندي هنا، كلهم بنفس الطريقه، كلهم خدمتهم بنفس الطريقه، غير كنبدل اللوينات. خدمت كاع اللوينات اللي عندي كلهم في هاد الدوارات هادو بهذا الشكل هذا. كنخدمها بشكل دائري. كنعمرها هكذا، بهذا الشكل هذا. هكذا كنكون كملت الدواره ديالي، وكنخدمهم هادو كاملين بنفس الطريقه اللي وريتكم دابا. فاش غادي نكملها ان شاء الله الرحمن الرحيم، نوريكم كيفاش غادي نخدم هذا العريش هذا اللي عندي هنا. ودابا من بعد ما كملت هاد الدويويرات ديالي، دابا غادي نوريكم كيفاش نخدم هذا العريش هذا. كنبدا ديما من الفوق الخدمه ديالي بحال هذا الشكل هذا، وغادي نخلي شويه الوسط خاوي في العريش باش ندير فيه الحبيبات. حتى هما نوريكم كيفاش الخدمه ديالو. كنبقى خدامه بحال هكذا حتى كنكمل هاد الجهه ديالي هادي. بهذا الشكل هذا كنجي هنا الفوق. كنكمل عاوتاني من الفوق بهذا الشكل هذا. والحبيبات اللي غادي ندير في هذا العريش ديالي هذا غادي نخدمهم ان شاء الله بالصم، كيجيو زوينين بالصم. غادي نبقى غاده بهذا الشكل هذا حتى نكمل العريش ديالي. الشكل هذا حتى نكملو كامل، غنكملو ونرجع معكم ان شاء الله. والان بعد ما كملت هذا العريش ديالي هذا، غنوريكم كيفاش غادي نخدم هاد ثلاثه العروشه، كيجيو ملاصقين مع بعضياتهم، والوسط ديالهم هنا كيجي عامر بالحبيبات. البدايه غنبدا من الجنب، من هنا غنخرج البره ديالي بهذا الشكل هذا، كنبدا الخدمه ديالي، وكنخلي الوسط خاوي
باش ندير فيه الحبيبات بحرير اصفر. نكملو وغادي نوريكم كيفاش كنخدم الحبيبات ديالي. بهذا الشكل هذا راه ساهل، كنبقى حتى كن ندوز على هاد الرشمه ديالي كامله. الخدمه في هاد الرشمه هذه اللي اختاريت لكم اليوم خدمه عشوائيه، ما فيهاش يعني نخدم هكذا الالوان، كنخلطهم بعضياتهم حسب الطرز ديالي. والسم راه قليل بزاف، السم ما خدمتش به بزاف يعني ما كثرتوش في الرشمه. بهذا الشكل هذا كنبقى خدامه حتى كندور على الرشمه ديالي كامله بهذا الشكل. بهذا الشكل هذا حتى كندور على الرشمه ديالي كاملها. وكنبقى خدامه بهذا الشكل حتى كنكمل العروشه ديالي كاملين. غادي نكملهم ان شاء الله بنفس الطريقه اللي خدمت بها هذا العريش هذا، وغادي نوريكم كيفاش غادي نعمرهم هنا بالحبيبات. ودابا من بعد ما كملت هاد الخدمه ديالي اللي درت هنا، غادي ندير الحبيبات الوسط، غادي نعمر هذه كامله بالحبيبات من الداخل بهذا الشكل هذا. انتم شوفوا معي بشكل عشوائي كنخرج الخيط من هنايا، هكذا كندير الحبيبات ديالي، وكنشد الابره هكذا كندورها، كندير انا غير مره واحده بهاد الحبيبات نديرهم صغار. كنبقى شاد الخيط ديالي بشويه بهذا الشكل هذا، وكتجي هكذا وكتبقى. غادي نعمرها دابا كامله بهاد الحبيبات، غنعاود واحده اخرى ونوريكم الشكل ديالها كيف كيجي. بهذا الشكل هذا. ودابا من بعد ما كملت هاد العريشات ديالي هادو بالحبيبات كامل عمرته، غادي نوريكم كيفاش غنخدم هاد العريشات هادو. غادي نخدمهم بالصم. اول حاجه كنبداو بهذه الطريقه، كيف ما كنخدموا بالحرير كنخدموا حتى بالصم بهذه الطريقه هادي. حتى كنكملها كاملة وغادي نكملها، وغادي نوريكم عاوتاني كيفاش خدمت هاد لي بوينت لي تيش هادو اللي هنا. ودابا هنايا غادي نخدم هادو بهذا الشكل هنا
هكذا كنخرج الخيط ديالي من هنا وكندخلو هاد التقبه اللي قدامها بهذا الشكل هذا، وكندوز عاوتاني اللي حداها بهذا الشكل هذا، وكندخل البره ديالي هنا بهذا الشكل هذا. هكذا كنخدم هادو كاملين، وهنا مازال غادي ندير هنايا الغوز باش يجيو الالوان ديالي. وهادو هما التقنيات كاملين اللي خدمت في الرشيمه ديالي اليوم، وغادي نوريكم الشكل النهائي ديال الطريزه ديالي كامله كيف كتجي من بعد ما غادي نكملها ان شاء الله. وكيف ما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي، كتجي في النهايه بهذا الشكل هذا، هاد الوريده هادي والخدمه ديالي اللي خدمت بالزيكزاك، وهادو اللي وريتكم هنا في الاخر، كيجي كلشي بهذا الشكل هذا. هي عشوائيه ومزوينه بزاف. كنتمنى تكونوا فهمتوا الشرح ديالي ويكون الفيديو ديالي عجبكم، وباش تشوفوا ان شاء الله كل جديد فيما يخص الطرز الرباطي، الطرز الفاسي، الطرز يعني بوانتي كروا ولا راندا ولا تريكو، ديروا لي اشتراك، ديروا لي لايك باش تشوفوا الجديد ديالي ان شاء الله. ولا عندكم اي تساؤلات بخصوص الفيديو ديال اليوم خليوا لي كومونتير، وكنتمنى لكم يوم سعيد. مع السلامه.